أزردة مالحة، فين كنتي سارحة؟ في جنان صالحة، واش كليتي واش شربتي؟ والتفاح والنفاح وقادي أبو مفتاح. بالتأكيد عرفتوني علاش كنهدر. ككل زامي، هانا رجعت لكم فيديو جديد وفكرة جديدة، وكنتمنى الفيديو يعجبكم. اليوم غادي نحكي لكم واحد الحكاية اللي هي زوينة زوينة بزاف. هاد الحكاية بعنوان أجردة مالحة. هادي كاينة لعبة سميتها أجردة مالحة، كنا كنلعبوها لحد الآن، باقي كنلعبوها، أكثر الناس كيلعبوها، ولكن ما عارفينش شناهي الحكاية ديالها. اليوم أنا جيت لكم بالحكاية ديال أجردة مالحة. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. يلا أجيب معايا باش نوريكم شناهي الحكاية. كان يا مكان في قديم الزمان، كان واحد جنان يا زوين بزاف. اش منك يا ليمون، واش منك يا تفاح، واش منك يا حامض، واش منك يا عنب، واش منك يا مطيشة، واش منك يا خيار. هاد الجنان كان فيه خضرة، فواكه، كانوا فيه بزاف الحاجات، وفيه الورود وفيه الشجر، فيه بزاف الحاجات زوينين بزاف. وهاد الجنان كان ديال المرأة سميتها صالحة. وهاد المرأة اللي سميتها صالحة، بحال سميتها بحال الأعمال الصالحة اللي كدير، كتصلي، كتخلي الناس يدخلوا الجنان ديالها، ما كتحبس حتى واحد ما يدخل في الجنان ديالها. كتقول لهم بقاو تاكلوا بقاو تاكلوا بقاو تاكلوا، تتشبعوا داركم كرشكم، وكتخليهم يديو معاهم لدارهم. وكيف ما كتعرفوا، كاع الناس اللي كيكونوا صالحين بحال هاد المراه كيكونوا عندهم اعداء. وهاد المراه عندها واحد العدو، واحد سميتها عاقسة. وهاد المرأة اللي سميتها حقيقة كانت شريرة بزاف، كانت كدير الحقد ما بين الناس وكل شيء، وكانت كدير الحقد بالصالحة، كانت كتغير من أكتري، كانت كتغير من صالحة بزاف، حيت هي الصالحة كيبغيو الناس، وهي كتبغي الناس وكدير أعمال صالحة. كانت كتغير منها ديك عاقسة، كانت كتغير منها بزاف، وكانت كدير الحقد بين الناس كيف ما قلت لكم. واحد المره ولدات الصالحه جوج وليدات توام، والناس فرحوا فاش سمعوا راه ولدات وهذه حملات، والله الا فرحوا ليها الناس بزاف، الا هذيك عاقسه اللي ما فرحتش ليها، وكلشي كاع الناس جاوا عندها الا هذيك عاقسه. وفي الصباح يقوم، كانت بكا غتوجد الفطور وكلشي، وكانت بغات تهز ولادها من الفراش، وما لقاتش ولادها في الفراش، ما لقاتهمش، وقالت هذه ما تكون غير عاقسه اللي دارتها، وقالتها الجيران وكل شيء، وفعلا هذيك عاقسة اللي داتهم قطفتهم لها، وداتهم لواحد القبيلة. هذيك القبيلة كانت زوينة فنة بزاف، تما كانوا الناس مفاهمين وكل شيء متفق، وكيصليو الناس، وكان فيها واحد القائد بحال الرئيس ديال ديك القبيلة. ملي مشات العاقسة لديك القبيلة، ولات خيبة، ولا الناس خايبين، ولا مظلم داكشي. كيف ما معروف عليها هي، البلاصه اللي كتمشي ليها واخا يكون فيها الخير وداكشي، هي فاش كتمشي لديك البلاصه اللي فيها الخير وهذا، ما كيبقاش فيها الخير، كتولي بحال مظلمه، ما كيبقاش فيها الخير، الخير اللي كيكون فيها ما كيبقاش، الواد كينشف وداكشي وهذا. هي بحال نقطه
سوداء أو لا منحوسة، يعني البلاصة اللي مشات ليها كتردها ما فيهاش الخير. ملي مشات لديك القبيلة الناس حسوا بها وداوها عند القاضي، وهذوك الرجال أو الناس قالوا للقاضي هاد المرأة ملي جات عندنا كان عندنا الخير، ولكن ملي جات الواد اللي كان اللي فيه الماء ما بقاش نشف الناس ما بقى بحال ماتوا بالجوع. الدار اللي دخلت ليها ما كيبقاش فيها الخير، ما كيبقاش فيها البركة. قال لها القيد قال لهم عاد عاقصة ما يمكنش ليا نحكم عليها قبل ما نشوفها. وديك الساعة جات عيط على عاقصة ومشات عند القاضي، وهي معاها دوك جوج وليدات ولاد الصالحة. مشات هزة هادوك جوج وليدات هزاهم وقال لها هذاك القيد قال لها هاد الولاد ديال من؟ قالت لي هذيك عقيسة قالت لي هادو راه ولادي. قال لها كيفاش ولادك وانتي باقا شارفة وجهك حل وما بايضين ومنورين وكل شيء؟ وقال لها لا. قالت لها عقيسة راه لا راه ما كيشبهوش ليا، كيشبهوا لبواهم. بحال سفطر هو ذاك القيد صفت الرجال ديالو القبيلة اللي ساكنة فيها عقيسة والصالحة، وبغى يشوف البلاصة اللي ساكنة فيها عقيسة كي دايرة، وبغى يشوف الناس اللي كاينين فيها. وصفت القاضي صفت الرجال ديالو لديك القبيلة. صفت فاش مشى ذاك الرجال ديالو فاش مشاو لقاو الناس كيقلبوا على دوك جوج الوليدات صغار كيقلبوا عليهم. وفاش سولهم داك الراجل اللي خدم مع القاضي سولهم قال لهم مالكم؟ قال لهم الناس، قالوا لهم الناس راه واحد المرأة سميتها عاقصة ملي اي بلاصه كتمشي ليها كتولي منحوسه ديك البلاصه، وهي اصلا قريبه وجهها كحل وشافه وكل شيء. وقالت لهم راه خطفوا الصالحه ولادها. وقال لها داك الراجل قال لها راه واحد المراه نتاي سميتها عقيصه ومشات عند القاضي، وهي هزه واحد جوج وليدات بيضين وزوينين بزاف. مشات راه كاينه عند القاضي دابا، وهي تقول لي صح هذوك راه وليداتي. وديك الساعه داوهم عند القاضي، داو مشات صالحه عند القاضي وقالت لها الصالحه، قالت الصالحه للقاضي هذو راه وليداتي. وصافي خدات صالحه وليداتها، هي فرحانه بزاف، عرفت الفرحه ديالها زوينه. وصافي ومشات وصافي. كيف ما قلت لكم مشات صالحة دات مع ولادها وهي فرحانة، وعاقصة بقات مع القاضي وقال لي وما خلاهاش تبكي. قال لها غادي نعتق عقاب، ولكن شنو هذا العقاب؟ عطاها ثلاثة الاختيارات، يا إما ردك جرادة ولا جرانة ولا دبانة. وهي قالت لي ردني جرادة. كيف ما قلت لكم قالت لي ردني جرادة. وهي علاش في نظركم قالت لي ردني جرادة؟ واخا لو هي دات صالحة دات وليداتها وهي وهذيك عقيصة باقا كتفكر باش تأدي الصالحة، علاش قالت لي ردني جرادة؟ حيت باش ردناها جرادة تمشي الجنان الصالحة، باش تمشي عند جنان الصالحة وتخسر ليها الخضرة وداكشي ديالها. وكيف ما هكاك ردها القاضي جرادة،
من الحجرة مشات، وهي غادة وهي كتنقز، مشات حتى وصلت لجنان الصالحة. وملي وصلت عند الصالحة عزمت على كاع داك الجنان، الجنان كامل عزمت عليه. ولكن كيف ما هكاك، ما حتى حاجة ما تخسرت، لا تفاح لا بنان لا والو ما تخسر. ومن ديك الوقيتة الجراد كان هجم على جنان الصالحة، كان هجم عليه. والبلاصة اللي وقف فيها كي بغي ياكل الغلة كي لقاها مالحة، التفاح كي لقاه مالح، كلش كي لقاه مالح، ما قدر يخسر حتى حاجة. في ديك الوقيتة الناس كانوا كياكلوا الجراد، ولكن الجراد فاش كيبغي ادي الجنان ديال الصالحه كيلقاه مالح. وهما الناس كيف ما قلت لكم كيشويو داك، كيشويو كاع الجراد وكياكلوه، الا هذه واحد الجراده مالحه اللي كيطيبها وكياكلها كيلوحها كيلقاها مالحه، الاخر كياكلها كيلقاها مالحه. وهذيك الجراده هي عقيصه، عقيصة هذيك هي الجرادة، هي ما عقيصة ملحت كاع داك الجنان ديال الصالحة. فيما كدو شي جرادة كتلقى الغلة مالحة، هي عقيصة ما خسرتش الجنان ديال الصالحة، بالعكس هي نفعاتها، حيت الجراد ملي كيلقى داك الماكلة مالحة ما كياكلهاش، بالعكس هي نفعاتها حيت ملحت ليها الماكله، حيت الا داز الشراد ما كياكلش الماكله مالحه، حيت ما بالعكس هي نفعاتها، حيت الجراد الا داز ما ياكلش الماكله مالحه. وهذه هي الحكايه. مهم من هذه الحكايه عقيصه بقات غير شوية مليوحة، تا واحد ما كلاها، قاعد الجراد تكال، إلا هي بقات مليوحة، ما بقات مرا بحال الناس، ما بقات جرادة مقادة بحال قاع الجرادات، ما بقات تا حاجة، ولات غير مليوحة، تا واحد ما كيديها فيها. وهادشي علاش قالوا جرادة مالحة فين كنتي سارحة في جنان صالحة، واش كليتي واش شربتي، غتفاح ونفاح وقضيب ومفتاح. ودابا مشات خبرتي من واد الواد، وبقيت انا مع ولاد الجواد. ودابا الا كانت عجبتكم الحكايه ديروا لايك وابوني وديروا الجرس والاشتراك في قناه بسمه صابيري اوفيسيال، وتقدروا تدخلوا عندي الانستغرام بسمه تيغي بالويت صابيري. ما خليكم، باي باي، بون ويت.